اما وراء كل مرأة ما يقولكش وراء كل راجل مرأة وراه انفان انا زيدة كل مرأة زيدة فما راجل قوي معاها ويان بن سواعي محافظ شرطة أول رئيس مصلحة بوزارة الداخلية عندي الأستاذية في تصرف الاقتصادي والاجتماعي اختصاص علوم شغل دخلت للأمن جوست بعد ما كملت قريت وكل شيء في 2007 فما كونكور سمعت بيه دونك قلت بوركوا با جو تونت ما شانس في وظيفة عمومية دونك من الاول الصعوبه كانت ياسر ماهمش قابلين هالمراه هذه انا مشكلتي اون ديغي اول مره ندخل يعني بعد ما تخرجت من ليكول اول مره ندخل للخدمه الامن العمومي تقبلت كل شيء اما اون طونك اداره عامه تاع اختصاص صعيبه برشا دومين ما نعرفوش حاجه جديده كاني ما جديده يعني مستجده ما محافظ شرطه اول مستجده يعني ما عنديش حتى كارير تعلمت وخذيت برشا اكسبيريونس ومن بعد بعديك خذيت رئيس فرقة ومن بعديك خذيت رئيس مصلحة ما حقيقة ربي أنا نتسمى محظوظة خاطر ما الرتبة نتاعي خذيتها في وقتها والفونكسيون نتاعي خذيته في وقته وتوا سنين إن شاء الله في 2021 عندي جراد آخر إن شاء الله ومن حسن إلى أحسن ننصح اي بنيه تحب تقدم في وزاره الداخليه راهو نشجعها 100% راهو بهذيك راهي تنجم تحفظ المكانه نتاعها في وسط المجتمع بقيمتها اون طونك في عائلتها وفي مسارها المهني